بالجزائر توجد أكثر من 20 واحة ساحرة، وبتونس توجد واحة الشبيكة، روعتها خلتها تكون محطة رئيسية يتصور بيها واحد من أشهر أفلام هوليوود ستار وورز. I fear nothing. All is as the force wills it. أما لو رحنا على سلطنة عمان، تحديداً على واحة وادي بني خالد، راح تشوف مسابح طبيعية، لون مياهها أزرق وفيروزي، وفيها شلالات على مدار السنة. طبعاً هذا غير بحيرات أوباري الليبية، وواحات العين الإماراتية، كل هالمساحات الخضراء الجميلة، رطبت وأنعشت الأجواء، وهي في قلب مناطق صحراوية، داخل العالم العربي وشمال أفريقيا. تخيل مساحات هذه الواحات كبرت وصار عندنا 1,000,000 واحة. تخيل زرعنا الصحراء اللي حولها كلها، مثل الصحراء العربية الكبرى الممتدة من مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب، وتخيل جمعنا معها صحراء الربع الخالي في السعودية، الإمارات واليمن. شلون راح يصير الجو وكيف راح يتغير المشهد؟ باحتمال كبير تصبح للأرض رئة جديدة ويقولوا عنها غابة الحياة. ليش؟ أولاً لأنه راح يصير عندنا ما يقارب 12,000,000 كيلومتر مربع مساحة خضراء، يعني تقريباً مرتين أكبر من غابات الأمازون اللي مساحتها 5.5 مليون كيلومتر مربع. كل هذه المساحة راح تمتلئ أعشاب وزهور برية منعشة، ويصير عندنا مسارات ساحرة لرياضات المشي أو الهايكينج، وتشوف أجمل حيوانات الطبيعة منتشرة حولك. تخيل أن فرس النهر يسبح ببحيراتنا، وكل الحيوانات المهددة بالانقراض تهرب على غابات الحياة وتكون ملاذها الآمن. راح نشوف حيوانات مو موجودة بالعالم العربي، الطقس يصير كله نسيم، والناس اللي كانت محرومة من الأمطار تقدر تستمتع فيها. مساحة جديدة للكرة الأرضية تعطينا مصدر جديد ونقي للأكسجين، تنظف الأرض من التلوث، ويمكن يتوقف الاحتباس الحراري، وتساهم بحل مشكلة التغير المناخي. احتمال كبير نبطل نحتاج السفر إلى أمريكا وأوروبا حتى نشوف جمال الطبيعة، وتصير أبعد سفرة عندنا 3 ساعات حتى نسترخي بالأجواء الطبيعية. يمكن نشوف هالأثر حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤثرين ينشروا رحلاتهم بكثرة في غابات الحياة، مثلها مثل ما يتفاخرون بصورهم في اليونان، إيطاليا وهوليوود. هدفنا من برنامج تخيل ليس التسلية فقط والعيش بمرحلة وهمية، لكن لو ما الخيال ما كان الإنسان وصل على القمر والمريخ. لهذا السبب ما راح يضرنا فسحة خيال، خاصة أنه ألبرت أينشتاين شدد على أهميته وقال: الخيال أهم من المعرفة، فالمعرفة محدودة بما نعرفه وما نفهمه، بينما الخيال يحتوي العالم كله وكل ما سيتم معرفته أو فهمه للأبد.